تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صباحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. بداية كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك، وعساكم من العايدين والسالمين إن شاء الله كل سنة وكل حول بصحة وسلامة وسعادة كذلك. حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة، برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق لأمور صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، وكذلك توعوية وتغذوية. يسرنا استقبال استفساراتكم، اقتراحاتكم وكذلك مداخلاتكم على أرقام التواصل البرنامج. قبل ما أذكركم بأرقام التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق نجاة السويدي، وفي الإخراج أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير جميعا، يعطيكم العافية، كل عام وانتم بخير. مقدمة في البرنامج اليوم دكتورة عاشة البسطي. مثل ما عودناكم برامجنا بتكون متنوعة، منها التغذوية ومنها الصحية، ومنها بعد كذلك عندنا أشياء تعريفية بإنجازات الهيئة، هيئة صحة دبي. أذكركم برقم التواصل ويانا 600-55-1414 وعلى الرسائل النصية 4006. حياكم الله. طبعا الحمد لله اليوم رجعنا من إجازة العيد، إن شاء الله أسبوع، بداية أسبوع موفقة للجميع إن شاء الله، والله يبارك بالأسبوع إن شاء الله وكلها إنجازات قبل إجازة الصيف إن شاء الله، والله يعطي الجميع العافية خاصة اللي يشتغلوا في فترة إجازة العيد. طبعا فقراتنا مثل ما عودناكم متنوعة، أول فقرة عندنا اللي هي الفقرة التوعوية اللي هي التغذوية. عندنا فقرتنا اليوم جدا مهمة صراحة، جميلة بعد، اللي هي بتتكلم عن نسبة وتناسب بين الدهون والعضل. ويانا اليوم أخصائية التغذية سامية خالد. صبحت الله بالخير سامية. يوم سعيد بعد أول يوم دوام بعد عيد الفطر السعيد، نتمنى إن شاء الله يكونوا قضوا في إجازة سعيدة إن شاء الله. صباح الخير سامية، أسعد صباحك إن شاء الله. الله يسعد صباحكم بالصحة والعافية يا رب إن شاء الله. سامي، موضوعنا صراحة حلو اليوم، شوية هي صراحة جدا ومشوق كذلك، اللي هو التغذية نسبة وتناسب بين الدهون والعضل. الحين الفترة يعني الناس بدأت تركز، يعني مو بأنها تقلل في أكلها، تقولك أسوي رجيم أو حمية غذائية وتقلل الأكل يعني بطريقة كبيرة، الحين بدأوا يركزون أن العضل يزيد الدهن يخف، يعني بدأت التثقيف من ناحية التغذية أوسع وأكبر، يعني مو بأني بس بسوي نظام غذائي وخلاص أنسى هالأشياء. فممكن تعرفين أكثر عن نسبة وتناسب بين الدهون والعضل؟ الحقيقة مثل ما حضرتك تفضلت، الموضوع اليوم في كتير حيثيات وفي نقاط حابين يعني نسلط الضوء عليها. كتير في أشخاص بيجوا عنا على العيادة هدفهم إنهم يوصلوا للوزن الصحي. قبل ما أوصل أنا للوزن الصحي اللي هو رقم على الميزان، ضروري كمان داخل الجسم، مش بس مظهر الجسم الخارجي، داخل الجسم وما يحتويه الجسم من ماء ومن عضلات ومن دهون يكون عندي بنسب طبيعية. اللي إحنا بننسى إنه إحنا بدنا وزن صحي، فمثل ما تفضلتي ممكن نلجأ لحميات قد تكون خاطئة، قد يزيد العضل بزيادة مثلا لا نرغبها، خاصة صح. إذا كانت مثلا الشخص سيدة إحنا مش بحاجة إننا نبني عضل كثير، وقد يكون العكس تماما، مثلا ممكن الشخص ينقص الوزن بس ما ينقص دهون، ينقص الماء عنده. فضروري جدا أول شيء أعرف الدهون والعضلات شو الفرق بينهم. لما الشخص يقول أنا خسرت كيلو دهن ولا خسرت كيلو عضل، شو الفرق؟ ما هي هون كيلو وهون كيلو، صح. الفرق أنه صحيح هم في الوزن متساويين، لكن المساحة اللي بتشغلها كيلو دهن في الجسم أكبر بكثير من المساحة اللي تشغلها كيلو العضل في الجسم. فلما أقول أنا خسرت كيلو،
المساحة اللي الحيز اللي ماخذه كيلو الدهن من الجسم هو أكبر من المساحة اللي ماخذيته العضل، فبالتالي بيأثر كثير في المقاسات. هذا من النقطة الأولى. النقطة الثانية، تراكم الدهون في الجسم أكيد هذا موضوع معاد ومكرر، شو تأثيرها في الجسم؟ فأنا بحاجة أفقد دهن على حساب العضل. ثانيا، شو فائدة العضل؟ شو فائدة العضل؟ العضل هو اللي يحرق لي السعرات الحرارية، فكل ما كان أنا عندي بنية عضل أفضل، دائما نقول للشخص كل ما كان عندك بنية عضل أكثر في البداية هي اللي بتساعدك تحرق الدهون فيما بعد. فضروري جدا مثل ما تكلمنا، الوزن مش دائما هو المعيار، قد ما هو عندي نسبة الدهن في الجسم هي كم، وهل اللي خسرته هل هو دهن أم ماء. بعض الأنظمة الغذائية تفقدنا ماء للأسف، فضروري جدا أروح عند أخصائي تغذية. في الحمد لله متوفر في كل مستشفيات ومراكز الصحية في الأيام، في عندنا ميزان جدا دقيق وحساس يوقف عليه الشخص بناء على وزنه، طوله، معدل حركته، جنس ذكر أو أنثى، يحدد لي بالضبط كم نسبة الدهون عنده ونسبة الماء ونسبة العضلات، بناء عليه بحدد إذا هذا الشخص ماشي في المسار الصح أو لا بحاجة لتعديل في سلوكه وفي عاداته الغذائية. أيوة ممتاز، صح، لأن فترة من الفترات لاحظين الوزن بسرعة ينزل، فالشخص يكون فرحان بس في النهاية يكتشف أن للأسف تكون خسارة ماء، الماي أكثر من أن خسارة الدهن، وإحنا اللي الهدف اللي عنا أن نخسر الدهن أكثر من خسارتنا للماي. أكيد خسارة الماء قد تؤدي فينا إلى أمراض لا قدر الله، الجفاف قد يؤدي إلى حدوث مشاكل في الكلى، قد يؤدي إلى حدوث مشاكل في المفاصل، وأيضا أنه سهل يرجع الوزن بعد فترة لأنه بده يرجع الجسم مرة ثانية يعرف أنه هذا خلل وهذا ليس تعديل في نمط الحياة، فبيرجع الجسم نفسه بيصنع. صح. وبالتالي ممكن الشخص يعني اللي فقد 5 كيلو أو 10 كيلو في أسبوع قد يرجع يكتسب حوالي 20 كيلو في أقل من أسبوع، وهذه حصلت للأسف يعني كثير بنشوفها عندنا في العيادات. صح، تحصل كثير أو تسمعينها حتى أن نزلت عقب رجعت وزني أكثر عن قبل. هذا يكون يعني خسارة الدهون هي الخسارة الصح، أني أنزل كيلو واحدة في الأسبوع. إذا نزل الشخص أكثر عن كيلو في الأسبوع هنا علامة استفهام، قد يكون خسر سوائل ولم يخسر من الدهون، فضروري جدا نشوف نراجع معه شو الحمية الغذائية اللي التزم فيها، شو النشاط البدني أو النشاط الرياضي اللي هو عمله عشان نحدد هو ماشي صح أو ماشي خطأ. أيوة صح، النقاط اللي ذكرتيها كثير مهمة كذلك، يعني أن يعني حتى تنزيل الوزن أو حتى التغذية تحتاج الواحد يثقف نفسه فيها أساس. أيوة، أساس ما يتأثر جسمنا نحن في النهاية نفقده أو يعني ما نستخدم أو ما نستهلك أشياء تفيد جسمنا. هناك العديد العديد من يعني خطط التغذية اللي بتوقع الإنسان في فخ، يعني صح. التزم بهذا النظام الغذائي وستخسر هالقد وستخسر هالقد، وللأسف يعني والله بنحزن إنه اللي بيعملوا هالأنظمة الغذائية ناس مثقفين وناس واعيين، يعني ما في نظام صحي غذائي صحي بيفقدني دهون، أو حتى لو كان شو ما كان هدف الشخص يعتمد على نمط محدد من الأكل أو نوع محدد من الأكل. رجاء أنا نركز على هاي النقطة، النظام الصحي اليوم هو نظام يعتمد كل الأكل. دكتور عادي أكل خبز وأنا بعمل ريجيم، عادي دكتور عادي أكل عيش أنا موقف العيش من شهرين، لا ما بدنا إياكم توقفوا أي نوع من أنواع الأكل والمجموعات الغذائية الأساسية، بس في كميات محددة لكل شخص، ميزانية محددة بناء على عدة عوامل أخصائية التغذية هي ممكن تساعده. هذا بيفقدني دهون وهذا هو المهم، وبيبني لي عضلات بكمية محددة، هذا كمان هو الأهم. صح، بالنسبة لي كذلك يعني الشخص إذا تعود أن يأكل بكميات متوازنة بيتعود حتى بعد ما يوقف الحمية الغذائية أو يوصل للوزن المناسب له، فيعني حتى ما بيلاحظ أن وزنه ابتدى يرجع نفس قبل أو زاد بكميات كبيرة نفس قبل. لما الشخص يكون متعود على عدد كم من السعرات الحرارية يكون حجم معدته تناسب وتلائم مع الكمية اللي بيأكلها. احنا الهدف من تخفيف الوزن مثل ما حضرتك تفضلتي اني انا لما اوقف الوزن لما اوقف النظام الغذائي ما ارجع يزيد وزني. صح، يعني كمثال مثلا عمليات تخفيف الوزن كلها لها علاقه بالمعده، قسم معده، تحويل مسار معده، بالون بالمعده، فالنظام الصح هو اللي بيأثر على حجم المعده. بما معناه الانظمه الغذائيه للاسف المتداوله حاليا كلها بتأثر في الدماغ ومراكز الشبع اللي في الدماغ، يعني هرمونيه اكثر نفسيه اكثر، فلما اوقفها المعدة حجمها مثل ما هو، صح،
ما تغير، ما نقص عندي حجم كميات الأكل، نظام البروتين ولا نظام الصيام ولا نظام التمر والماء والعديد العديد من أنظمة الغذائية، كل يوم بيطلع نظام غذائي. هذه كليات للأسف تؤثر على مراكز الشبع في الدماغ. أنا هذا ما بيهمني، أنا بدي أؤثر على حجم المعدة، بدي حجم المعدة هو اللي يقل، فبالتالي أنا بقلل كمية الأكل اللي باكلها. نوعية الأكل وكمية الأكل مهمة، بحيث إذا وقفت النظام الغذائي حجم المعدة عندي تغير. فحتى لو بدك تاكلي أكثر ما رح تقدري. في سيدات بيقولوا دكتور النظام اللي أعطيتينا إياه والله ما بنخلصه أكثر من اللي إحنا بنأكله. صحيح. أنا بفرح بقول ممتاز، معناها حجم المعدة هنا هو اللي تغير وهذا هو المهم. فتقليل الكميات نقطة حضرتك ذكرت فيها جدا جدا مهم، هو اللي على المدى البعيد يتعود الجسم. يعني بعمل لي فعلا يعني حفاظ على خسارة الوزن اللي أنا خسرتها. أستاذة سامية، كلمة أخيرة توجهينها للجمهور لمستمعينا. صراحة الموضوع اليوم شيق كثير، ولو نتطرق ما بتكفينا حتى الحلقة، بس كلمة أخيرة توجهينا لمستمعينا. رسالتي هي يمكن فيها ثلاث محتويات. المحتوى الأول زيارة لأخصائية التغذية ولو مرة واحدة في السنة، بتخليكم تتفادوا جميع المشاكل اللي ممكن لا قدر الله ترتبط في التغذية. أخصائيات التغذية زيارتنا مجانية، بنعمل لكم فحوصات مجانية، متوفرة بكل مكان. يا ريت بس زيارة واحدة لأخصائية التغذية تتعرف فيها على بعض الأشياء اللي مهمة جدا، أحسن من ناخذ المعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي اللي لا تستند على مبدأ علمي أو على أبحاث أكاديمية. النقطة الثانية هي ما في نظام غذائي في الدنيا، مهما كان أنا هدفي سواء أحافظ على وزني أو أنقص وزني، ما في نظام غذائي في حرمان. زيارة أخصائية التغذية مش فوبيا مثل ما بيعتقد البعض، إحنا أخصائيين التغذية كتير طيبين وكتير كريمين. اللهم إحنا بنعمل معادلة بين مجموعات الغذاء الرئيسية وأنظمتنا الغذائية صحية وطويلة المدى، إذا نظمنا توقيت الوجبات، كمية الوجبات ونوعية الوجبات، هالثلاث أمور ومع الرياضة طبعا والنشاط الرياضي، صدقيني ما في شخص إن شاء الله ممكن يروح ويتعالج عند أي طبيب بإذن الله. بإذن الله بإذن الله. أستاذ سامية خالد، أخصائية التغذية فيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا لكم وكل عام وأنتم بألف خير. وأنت بصحة وسلامة. مستمعينا الأعزاء، هذه كانت فقرتنا التوعوية بخصوص التغذية، نسبة وتناسب بين الدهون والعظم. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. ذكركم برقم التواصل ويانا 600551414 والرسائل النصية على 4006. فقرتنا الحين بصراحة فقرة جدا مهمة، تهتم بفئة كبيرة عندنا في المجتمع اللي هي صراحة نعتبرها من أساس المجتمع، مستقبل المجتمع اللي هم الأطفال. فقرتنا الحين بتتحدث أكثر عن الحالات الطارئة أو الصعبة للأطفال، وبنحدد من ناحية المستشفيات اللي هو مستشفى لطيفة، إمكانية مستشفى لطيفة المتطورة للتعامل مع هذه الحالات. تركيزنا بيكون أكثر بخصوص مشكلة التشنج الحراري اللي تصيب الأطفال. في أطفال كثيرة يصيبهم التشنج الحراري، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ومو بكل الأطفال طبعا. في تخوف كبير يكون من الأهل من ناحية كيف يتعاملون مع هالتشنج، شو سبب هالتشنج، بيرجع ولا ما بيرجع. فهل الأشياء كلها إن شاء الله بنتكلم فيها اليوم في فقرتنا الحين. ويانا الدكتور أحمد عبده، استشاري طب الأطفال في مستشفى لطيفة. صبحك الله بالخير دكتور أحمد. هلا دكتور. دكتور، بالنسبة مثل ما كنا عارفين بالنسبة للحالات، أنتم تشوفون في مستشفى لطيفة عندكم قسم الطوارئ طبعا في المستشفى، ويلعب دور كبير صراحة في تغطية الخدمات اللي يقدمها، خاصة في من ناحية الحالات الطارئة، ومعظمها تكون صعبة خاصة للأطفال. حابين نتحدث أكثر عن المستشفى، عن القسم الطوارئ عندكم أكثر في مستشفى لطيفة، الإمكانيات اللي عندكم في مستشفى لطيفة في قسم الطوارئ بداية. بداية عن قسم الأطفال وبالتحديد قسم الطوارئ، هو مفتوح 24 ساعة على مدى السنة كلها، بنستقبل في أي وقت أي حالة أطفال نتعامل معها. بنتعامل من الأطفال من أول ما يتولد إلى سنة 13 سنة. أيوة. دي احنا بنقدر نتعامل معهم، هذه معلومة جدا بعد مهمة.
مهمة من ناحية السن. في ناس كثيرة ما بعرف بالضبط لأي سن يقدر ياخذ طفلة لمستشفى لطيفة. فإحنا بنتعامل معهم مع كل في كل هذه الأعمار. أكثر من هذا في العمر أكثر من 13 سنة ممكن أتوجه إلى مستشفى راشد للخدمات الطارئة أو شيء. دكتور كنا عارفين من ناحية التشنج الحراري للأطفال طبعا ما يصيب جميع الأطفال, يصيب فئة معينة من الأطفال, ممكن تحدثنا أكثر بخصوص التشنج الحراري للأطفال؟ هو أهم حاجة النقطة اللي أحب أكد عليها أن التشنج الحراري ليس صرعا, لأن في ناس بتقول إن ده تشنج حراري ده صرع. لا, هناك فرق. أكثر نقطة الناس تتخوف منها. وأنا أحب أوجه إن الناس تاخد بالها إن التشنج الحراري كيفية التعامل معه, لأنه بيحصل ساعات فجأة في البيت قبل وجوده من المستشفى. فعايز أنوه إن إحنا إزاي نتعامل معهم في هذه المرحلة. في البيت. هو التشنج الحراري ليه ظروف معينة. يعني غالبا بيجي الأطفال بين سن 6 شهور إلى 6 سنين. ست شهور إلى ست سنين. الفئة العمرية اللي عشان نقول إن ده تشنج فيه صفات معينة يجب ملاحظتها. أولها السن اللي هو من 6 شهور لـ6 سنوات. تاني حاجة يكون فيه حرارة. صح. لو مفيش حرارة يبقى مش تشنج حراري, لازم فيه حرارة. والشيء الثالث اللي ممكن يبقى فيه استعداد وراثي في بعض العائلات, بيبقى عند الأم أو الأب كان عندهم هم صغيرين قبل سن 6 سنوات كان عندهم تشنج حراري. فبيبقى في عندهم استعداد للتشنج اللي هم أطفالهم, يكون عندهم استعداد أكثر. ومن ضمن خصائص التشنج الحراري أنه بيبقى للأسف تبقى تجربة مزعجة للأهل لأنها بتحصل, وخصوصا ما كانش عندهم فكرة. فأنا يعني ريت أوضح أن الناس تعرف أن في تشنج حراري وإزاي يتعاملوا معه, ودي أهم نقطة أحب أثرها. فلا قدر الله لو حصل لطفل جاله تشنج حراري في البيت, المفروض ان اهل ما يتلخبطوش وبانك يعني, لكن كيف يتعاملوا؟ اقل شيء اول حاجه يضعوا الطفل على الجانب احد الاجناب. ايوه. ولا ينزعجون, ولو انها انا عارف ان الكلمه دي صعبه جدا, وما يحاولوش يربطوه ولا يحطوا حاجه داخل فمه عشان لسانه يخاف انه مثلا يعض لسانه ولا حاجه. لا, مش هيحصل. وما يحاولوش يحطوا عليه ميه بارده لتنزيل الحراره. هي التشنج الحراري ده هيقف لحاله نفسه, وبعد كده ممكن لو الطفل بقى لونه عادي او دخل في نوم شويه عميق او انه بيبكي, في الحاله دي ممكن يتصلوا بالاسعاف لو حصل اول مره عندهم ويجوا المستشفى. لكن لو الاهل عندهم شويه خبره في الموضوع ده ممكن يتعاملوا مع الموضوع ده بهدوء, ويقول لنا يشوفوا كان التشنج ده حصل في اي جزء من الجسم ومدته قد ايه. وساعات بنطلب من الاهل, وانه طبعا صعب انهم نصوروا فيديو بحيث ان احنا ما يجي لنا عشان الواحد يتاكد. صح. لان اللي بيحصل لما بيجوا لنا المستشفى غالبا بيبقى التشنج واقف. صح, اكيد. ويكون بعد كذلك يعني الواحد ما يقدر يركز, يعني يكون في حاله خوف وذعر شوي على الطفل, فما يركز, جسمه كامل صاير فيه التشنج او بس جزء واحد من ايده او من جسمه صاير فيها التشنج, عشان الطبيب على الاقل يفرق بين الاثنين. بالضبط كده, ان هو مهم ان احنا نفرق بين نوعين في التشنج الحراري, التشنج الحراري البسيط والتشنج الحراري المعقد. ايوه. التشنج الحراري البسيط طبعا في السن اللي اتكلمنا عليه والحراره, الى جانب ان هو ممكن يقعد اقل من 15 دقيقه. اي نقطه مهمه بعد, اقل عن 15 ولا يتكرر في خلال ال 24 ساعه في الحرارة يعني. أيوة. يتكررش تاني. والحاجة التانية ان الفترة اللي بينامها الطفل بعد التشنج بتبقى بسيطة, وبيصحى لكنه ما عندوش اي حاجة. فدي نقول تشنج حراري بسيط. أيوة. اما بالنسبة للتشنج الحراري المعقد, نقصد بمعقد ان هو ممكن اكتر من 15 دقيقة, وممكن يتكرر في خلال 24 ساعة الاولى, وفي بعض احيان بيسيب اثر بسيط في ساعات يعني ماسك جنب واحد وليس الجنبين. التشنج الحراري البسيط بيمسك الجنبين بتوع الجسم, لا اما في صوره لا اما تشنجات اللي هي حركات متسارعه لليدين والرجلين. أيوة. او في حاله تصلب. ايوه. فمهمه الاهل ان هم يعني يحاولوا يعملوا الحاجات اللي اتفقنا عليها دي, ويتصلوا بالاسعاف يجي لهم او يجوا لنا في المستشفى.
يكون خلال فترة لها. النقطة بعد كذلك دكتور الفرق بين البسيط التشنج الحراري البسيط والمعقد، هذه جدا مهمة خاصة للأهل أساس يعرفون متى يعني شو الحالة اللي التركيز عليها أكثر، أن هذا صح تشنج حراري بس تشنج حراري يحتاج تدخل مبكر فرضا أو تدخل سريع من ناحية المستشفى. دكتور طالعين إن شاء الله فاصل وراجعين نكمل في نفس الموضوع بس بندخل شوية بعمق أكثر إن شاء الله فيه. أوكي. صحة وسعادة. سمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة، أذكركم بأرقام التواصل ويانا 600551414 وعلى رسائل النصية 4006. بنكمل موضوعنا مع الدكتور أحمد بخصوص إمكانيات مستشفى لطيف المطورة للتعامل مع الحالات الطارئة والصعبة للأطفال، وبنتطرق اليوم بشكل تفصيلي عن التشنج الحراري اللي يصيب الأطفال. دكتور نحن قبل ما نطلع فاصل كنا نتكلم أكثر بخصوص الفرق بين التشنج الحراري البسيط والمعقد وتطرقنا للاثنين وش كيف الأهل يقدرون يفرقون بين الاثنين. فعندنا سؤال مهم اللي هو شو أسباب التشنج الحراري اللي يصيب الأطفال؟ هو أسباب التشنج الحراري سببها أن يكون في التهاب أو نتيجة عمل حرارة، فدي أول سبب. أيوة. وممكن الحرارة دي يكون سببها إما فيروسات، وهي في غالبية الأحيان فيروسية نتيجة أمراض فيروسية أو بكتيريا إلى درجة بسيطة. إلى جانب الجانب الاستعداد العائلي الوراثي، لو في عائلة عندهم هذا التشنج الحراري احتمالية أن يحصل التشنج الحراري لأطفالهم في مثل هذه الفترة من العمر ممكنة. أيوة. وفي بعض الأحيان ولو أنها قليلة للغاية جدا جدا، بعض التطعيمات ممكن تساعد في ظهور التشنج الحراري للأطفال اللي عايزين عندهم استعداد أصلا. أيوة. فتساعد في ظهورها، لكن اللقاحات مهمة جدا أنها أكيد بتقلل من الالتهابات اللي بتعمل حرارة اللي كانت ممكن تساعد في ظهور التشنج. أكيد أكيد، يعني شيء جدا مهم صراحة لأن بتقينا من أمراض كثير خاصة للأطفال، يعني في أمراض وايدة اندثرت تقريبا انغرضت ما قمنا نسمع عنها ولا نشوفها حتى، يعني اللهم لك الحمد. يعني فئة الأطفال فيها حساسة جدا يعني، وهاللقاحات تلعب دور كبير صراحة في أن تمدهم يعني صحة جسمهم وصحتهم. فهذه اللقاحات جدا مهمة، وزين ذكرت هالموضوع دكتور. وبرضو في بعض أهالي بتخوفوا من اللقاحات، يخافوا يحصل لها مضاعفات، لكن اللقاحات ما بقولش انها بتمنع تماما حدوث المرض، لكن لما يجي المرض بيجي في صورة ضعيفة وبيقعد فترة بسيطة وبيحتاجش حتى يدخل لا قدر الله المستشفى. ايوه لا الصراحة يعني تلعب دور كبير مهم جدا كبير في يعني صحة خاصة للأطفال في أعمار معينة. دكتور بالنسبة لي بالنسبة للتشنج الحراري، في أعراض مبكرة تكون في حالات التشنج الحراري الأهل ينتبهوا لها قبل ما يوصل الطفل للتشنج الحراري ولا لا؟ هو أهم شيء الحرارة، ودايما ننصح الأهل أنه حاولوا يتحكموا على قدر الإمكان في الحرارة. أيوة. يعني أنا بلاحظ الأهل ممكن يبقى حالة الطفل 39 في البيت مثلا، ويوموا أخذين الطفل ورايحين على المستشفى. أنا دايما أنصح الأمهات والآباء أن يحاولوا يخفضوا درجة حرارة الطفل، يعملوا له كمادات مية ما تكونش طبعا برد قوي، مية عادية ممكن من الحنفية، على إما يتشطف لإما يستحمى لإما يتوضى، ويدوا له دواء مخفض حرارة ويجوا للمستشفى. ممكن في بعض الأطفال اللي كان عندهم استعداد للتشنج الحراري ممكن بيحصلش لو أيوة عملوا لو نزلت تحكموا في الحرارة. صح صح، في ناس معينة يمكن أنا أقولها كنقطة أنه يقولك أنا بجيب المستشفى بس يمكن ما تصدقوا أني كان في حرارة أو شيء وهو كان في حرارة، بس القرض يعني من التخفيض الحرارة كوقاية للطفل، ما بشرط كل طفل. كنا نتناقش مع الدكتور بهاي النقطة قبل في الفاصل من ناحية أن الحرارة على الأقل بداية ننزلها، سواء الطفل يبي يتعرض التشنج حراري أو ما بيتعرض، لأن جسمه يكون تعبان جدا خلال
فترة الحرارة. وتصادفنا مرات أشياء وايدة أن الطفل اللي يوصل للعيادة وما أخذ خافض حرارة، ويمكن حرارته في البيت كانت حتى 40. في حالات معينة صح الأم ما بعارف الجرعة، أو الأهل ما يكونون عارفين الجرعة، أو ما متوفر خافض حرارة عندي بالبيت. بس في حالات بما أني عارف الجرعة الطفل كم ومتوفر عندي في البيت، فيفضل أني أنزل الحرارة قبل ما أجيب حتى العيادة، أو أعطيه حتى لو ما بس بعطيه خافض حرارة ولين ما يوصل العيادة أو المستشفى يكون متحكم. القصة أنه على الأقل جسمه ما يتعب من هالحرارة. وإذا كان يعني من الأطفال اللي بيتعرضون للتشنج الحراري أو عندهم قابلية أكثر، ما يوصل الطفل أن يتعرض لهالتشنج الحراري، لأن نفس ما ذكر الدكتور أهم شيء عندي أتحكم بالحرارة، واسمه هو نفسه دكتور تشنج حراري، يعني ما بيجيني إلا إذا كانت الحرارة مرتفعة موجودة. فيعني هالشيء يعني كوقاية كذلك أكثر من أنها دكتور. في نرجع للأعراض المبكرة غير عن الحرارة، في أعراض مبكرة الاستعداد الوراثي. الاستعداد الوراثي يعني لو كان أحد الأبوين كان عنده هو الطفل تشنج حراري، بتبقى ليه نسبة، بتزداد هذه النسبة إذا كان الاثنين الأب والأم عندهم، فتزداد قابلية الأطفال هم يكون عندهم تشنج حراري. فبالذات العائلات اللي عندهم تشنج حراري لازم يبقوا عارفين إن ممكن أطفالهم يحصل لهم هذا الشيء. وغالبا الأهالي اللي أطفالهم عندهم أبهاتهم عندهم نفس هذا الشيء بيبقوا إلى حد ما أثناء حدوث هذه النوبة بيبقوا ريلاكسد، وبيقدروا يصوروا لنا الطفل بفيديو حصل ايه بالظبط، ودي بتساعدنا جدا في التشخيص عشان نستبعد اي اسباب الاخرى للتشنج ثاني بالتشنج. يعني احنا لما نشخص التشنج الحراري بعد استبعاد اسباب الاخرى المرضيه الاخرى. اكيد دكتور، ممكن تذكرنا مرة ثانية، أنت ذكرت في الفقرة قبل الفاصل، بس يمكن أهل الحين ابتدوا يشوفون ويسمعون البرنامج أكثر، فكيف يتعامل الأهل مع هاي الحالات بشكل سريع قبل ما ييب المستشفى؟ أول شيء يحاول يضع الطفل على أحد الجانبين، يفضل يعني نحطه على أحد الجانبين وما يحطوش عليه أي مية عشان تنزل حرارة، ولا يحاولوا يتحكموا يمسكوا عشان يمنعوا هذه الحركات، او انهم يحطوا شيء داخل الفم عشان من خوفهم ان ممكن الطفل يعض اللسان. مش هيحصل يعني ما ياخذون الاشياء اللي الناس تعملها اذا الشخص عندهم كان عنده لا قدر الله صرع او شيء، يعني ما التشنج الحراري ده دي الحاجات المهمه اللي ياخذوها. وما يفوق الطفل يعني هيكون نايم في بعض مرحله التشنج يجيبوه المستشفى. مهمتنا في المستشفى ان احنا نشخص اذا كان ده تشنج حراري او شيء اخر. تاني حاجه معرفه سبب الحراره، ودي اهم شيء. ايوه عشان المهمه الثالثه ان احنا نوجه الاهل ازاي يتعاملوا مع الحالات دي لو تكررت التشنج الحراري، ان في برضو في نسبه عندها استعداد انه يتكرر لو جال الطفل تاني حراره مره اخرى. ايوه حتى بالنسبه لي اخوان بالبيت، ما ان الشخص عنده قابليه احتماليه بعد مع اخوانك كيف يعني يكون ممكن أيوة. لان غالبا من كل 3 اطفال جالهم تشنج حراري ممكن يجيلهم مره تانية. واحد من 3، نسبه 1 إلى 3. وهو السن كذلك من 6 شهور ل6 سنين، وبعد ال6 سنين خلاص الطفل ما يكون عنده، ما بيبقاش تشنج حراري، يبقى خرج من هذه المرحله تماما. يعني دكتور، في استفسارات كثيره من ناحيه الاهل او تخوفهم، خاصه الاطفال اللي عندهم تشنجات حراريه. في اهالي معينه تكون متخوفه ان هل اللي عنده تشنج حراري يمكن يؤدي الى ان يكون عنده صرع مستقبلا؟ في نسبة قليلة جدا بيحصل، بس لها ظروف معينة. يعني لو بالذات لو كان تكرر التشنج الحراري عند هذا الطفل أكثر من مرة، في عنده استعداد يكون يجيله اللي هو الصرع بدون تشنج حراري في مرحلة ما، هي نسبة قليلة جدا. فدي من ضمن الأسباب، أو لو إن الطفل ما كانش بينمو كويس، أو إن يكون لا قدر الله عنده شيء مرضي في الجهاز العصبي للأطفال. فممكن في بعض نسبة قليلة جدا، يعني نأكد عليها أنها قليلة، يجي لهم نوع من أنواع الصرع. يعني الأطفال اللي عندهم قابلية من قبل، يعني سواء عندهم تشنج حراري أو لا، يكون نفس ال يا بس بتزيد النسبة بسيط في اللي جاله تشنج حراري، وبالذات لو جاله في سن طفل مبكر، يعني مثلا 6 شهور 7 شهور في البداية ممكن، ولو اتكرر عليه
أو النجاعل وهو في أثناء التشنج الحراري اللي هو التشنج الحراري المعقد. أيوة. اللي هو قعد فترة أطول وتكرر في نفس فترة المرض الحالية مثلا اللي الحرارة، أو إنه كان بيصيب جزء معين من الجسم وليس كل الجسم. كامل مو بكامل نفس أنت ما حطيت بالنسبة فرقت بين البسيط أو المعقد. دكتور في مستشفى لطيفة في قسم الطوارئ كيف تتعاملون مع هذه الحالات؟ أول شيء ما بيجينا الطفل بنحاول نستقر حالته الصحية اللي هي نسبة الأكسجين، ونحاول نتحكم في التشنج، بنديله لإما دواء عن طريق الشرج أو في الوريد لو وصلنا إن احنا نضع وريد، لأنه بيبقى الطفل أثناء التشنج بيبقى فيه صعوبة شوية إلى حد ما إن احنا نحط الكانيولا بتاعت في الوريد. فبنستخدم نفسها. محلول عن طريق الشرج زي حقنة شرجية. أيوة. للدواء معين بحيث إنه يوقف الحرارة، وبننيم الطفل طبعا على أحد الجانبين، وساعات نعطيه أكسجين لو احتاج، لو نسبة الأكسجين انخفضت. أيوة. بعد ما تستقر حالة الطفل، السؤال بعد كده بنسأله نفسنا ما هو سبب الحرارة؟ صح، هذا أهم سؤال، لأن هذا يقينا مستقبلا كذلك من أن تتكرر التشنجات الحرارية. تمام. بعدها يكون فحص كامل أساس تعرفون شو سبب الحرارة. نشوف سبب الحرارة، بس هو غالبا التشنج الحراري لما بيحصل والطفل بعد ما التشنج يقف والطفل يفوق وبينام فترة بسيطة بعد التشنج ويصحى. أيوة. كأنه مفيش حاجة، ده إثبات قوي إنه ده تشنج حراري. أيوة. كلينيكي يعني. كلينيكي ويكون طبيعي الحمد لله. في إمكانية أن الطفل يتنوم عنكم ولا يطلع في نفس اليوم بالنسبة للتشنج الحراري؟ لا، في معظم الحالات بنروحها في نفس اليوم بعد ما، بس كان في حالات بنبقى ندخلها المستشفى لو شاكين في شيء آخر. أيوة. إلى جانب في بعض الأحيان تبقى بعض العائلات بيبقوا قلقين زيادة عن اللزوم، خاصة إذا أول مرة فبندخلهم المستشفى، بيقعدوا غالبا يوم أو أقل وبنروحهم يعني كتطمئنان تطمين للأهل وتطمين كذلك للمريض نفس الشيء. بالنسبة دكتور، يوم تطلعونهم سواء إذا تنوم الطفل أو طلع أو طلع في نفس اليوم، شو النصايح اللي توجهونها للأهالي أول ما يطلع من المستشفى؟ الأول لهم أهم حاجة هو التحكم في الحرارة. أيوة. يعني لازم يكون عندهم ترمومتر حراري وأدوية الحرارة، ويبقوا عندهم استعداد انهم يعملوا له، يحطوا في الطفل في دش او حمام بحيث الحرارة تنزل. ومن ضمن الحاجات اللي هم لو لا قدر الله تكرر عنده هذا الموضوع، يصوروا لنا بفيديو الحدث اللي حصل بحيث ان احنا نعرف، يكون بالتفصيل. القرض منا مستمعينا عساس يكون بالتفصيل. مراتي الواحد من الخوف والقلق خلال المنظر اللي يشوفه يعني ما يقدر يوصفه بالضبط. يعني التاريخ المرضي للمريض او الهيستوري اللي احنا ناخذه نساله على المريض جدا مهم. يعني تقريبا تشخيصنا 3/4 يكون منه من التاريخ المرضي. فيعني يسهل على الطبيب، يسهل حتى على المريض نفسه أن العلاج يكون على طول، ويعرف الطبيب يفرق من الوهلة الأولى بين إذا كان معقد أو إذا كان بسيط مثل ما ذكرنا الدكتور أحمد. في بعض بس أطفال لو تكرر عليهم تاني. أيوة. ممكن ندي للأهل أحد الأدوية اللي احنا اديناها في السائل عن طريق الشرج، بندي للأهل دواء هذا يكون معهم في البيت، بحيث أن لو تكرر هذا التشنج الحراري في البيت يستطيع أن يتحكموا فيه بهذا الدواء اللي بيوقف التشنج، ويقولنا بعد كده المستشفى. أيوة. أساس الحالات اللي تتكرر عليها فقط. أيوة. دكتور طبعا مو فقط التشنجات الحرارية اللي هي الحالات الطارئة اللي تيكم في مستشفى لطيفة، فكيف تعاملكم مع الحالات الأخرى الطارئة اللي تيكم في مستشفى لطيفة؟ احنا بيجينا حالات معظم امراض الاطفال غالبا امراض طارئه الامرجنسي معظمها. يعني من ضمن حاجات الحوادث المنزليه اللي بتحصل من اشياء كثيره جدا، لاما مثلا طفل يشرب ماده ما كانش المفروض يشربها، يكون الاهل. أيوة. حاطين ماده للغسيل في وعاء بتاع ميه، الطفل ما يعرفش ان ده بتاع ميه يشربه، فيحصل منه مشكله. او بعض الاطفال بياخدوا النتس المكسرات ممكن يعودوا بيشقطوها البعض في الفم، فممكن لا قدر الله تدخل في جزء جهاز التنفسي تعمل مشاكل صحية. فحوادث الأطفال المنزلية كتيرة،
ممكن الإصابات، ممكن يقع، فبيجي لنا كل الإصابات والحالات الطارئة في الأطفال. شو أكثر الحالات اللي تواجهونها يعني بشكل يومي أو بشكل أسبوعي تقريبا؟ أو معظم الحالات اللي بيجي لنا الحرارة. أيوة. دي أكتر سبب نتيجة الأمراض الفيروسية أو البكتيرية دي، إلا جانب الأمراض الصدرية زي حساسية الصدر، ودي نسبيا منتشرة عندنا، إلى جانب الأمراض الأخرى زي الجهاز البولي، الجهاز الهضمي، معظمها الجهاز التنفسي، معظمها تبقى الجهاز التنفسي العلوي. أيوة. خاصة تبقى عندنا، إلى عندنا كمان أمراض الدم، وعندنا الأمراض العصبية كلها زي عيادة وقسم داخلي، والأمراض الوراثية، وعندنا عيادات تغذية، وعندنا عيادات للعلاج الطبيعي للأطفال، وفي عناية مركزة للأطفال موجودة عندنا في المستشفى، إلى جانب عيادات تخصصية أخرى زي عيادة العظام وعيادة الغدد الصماء للأطفال. إيه ما شاء الله، مستشفى لطيفة متكامل من ناحية تغطية قسم الأطفال. الأطفال المغطين، الأطفال الخدج، والأطفال وجراحات الأطفال. وبس ما بننسى كذلك مستشفى دبي في دبي جزء يعني. كبير يعني التعاون في ما بينكم صراحة كبير يعني، وتعاون مثل يعني نقوله في أقسام معينة موجودة في لطيفة، وفي أقسام معينة بعد كذلك موجودة في مستشفى دبي. فتركيزنا اليوم أكثر على مستشفى لطيفة من ناحية الحالات الطارئة كذلك اللي في مستشفى لطيفة. دكتور، أنت ذكرت أول شيء اللي هو بخصوص شرب الأطفال الأشياء معينة تكون بالبيت، يعني حادثة صارت أو شيء، هذا الجميع يواجهه مرات. فخلال هالفترة إذا أي طفل أم انتبهت أو أبو أو الأهل بالبيت أن شرب شيء معين في باله ماي أو في باله عصير وطلع مادة منظفة أو شيء، في هالحالة شو يعملون الأهل؟ لأن هالموضوع جدا مهم، في أهالي كثير يضطرون يخلون الطفل يرجع، في أهالي كثير ما يعرفون يتصرفون أو يشربون شيء معين، فمن هالحالات. لا، بالنسبة للمثل ودي شائعة عندنا اللي هي المنظفات. أيوة. لأن المنظف لو الطفل شربه الأهل بيبقوا عايزينه يرجعه. أيوة. فهو المنظف هو نازل من الفم للأجزاء الداخلية، عدى على الأنسجة. أكيد. لما يجي الطفل أحد الأباء عايز الطفل يرجع، فيبقى نفس المنظف ده هيرجع مرة تانية فيأذي الأنسجة هو بيرجع. فننصح أولا بعدم محاولة أن الطفل يرجع هذا المنظف، وبيجيبوا المستشفى. في الحالات دي احنا بنحتاج نقيمه وبندخله المستشفى للملاحظة، وبنتعامل بعد كده حسب ما يتراءى الشيء اللي بعد كده. هو الأخطر شيء في الموضوع أن لو هذا المنظف ولا شيء دخل الجهاز التنفسي. يعني شرق وهو يرجع أو شرق وهو يشرب. فبيعمل مشاكل في الجهاز التنفسي، مبدئيا بيعمل التهابات، ولو دخل في الجهاز الهضمي لو كانت بكمية كبيرة أو شيء ممكن تأثر على في بعض الأطفال نادرا على المريء والمعدة. بس اللي يرجعونه هي واللي يخلوني يرجع ويبون على طول التقييم للمستشفى. دكتور، نصيحة أو كلمة توجهها للمستمعين الكرام من ناحية التشنج الحراري ومن ناحية الحالات الطارئة بالنسبة للأطفال، إذا واحد صادفه أهالي صادفتهم حالات طارئة، شو في هالحالة يعني؟ هو أول شيء لو التشنج الحراري زي ما طغانا أنهم يحاولوا يعرفوا أن الشيء ده موجود في الأمراض في المجتمع، وأن يجب التعامل معه بهدوء، ومبدئيا يلفوا على أحد الجانبين وما يعملوش أي تدخل ويجيبوا المستشفى. لو مش قادرين يجيبوا المستشفى ممكن يتصلوا بالإسعاف، والإسعاف عندهم إمكانيات أنهم يتعاملوا ويدوا له حقنة التشنج الحراري عشان يوقف التشنج، وبعد كده يجيبوا المستشفى. المهم جدا ان في البيت الاهالي ياخدوا بالهم من الحاجات اللي ممكن تساعد في حوادث للاطفال معينه، كالمنظفات تبقى يعينوها بعيد في اماكن عاليه، الادويه ما يحطوش مثلا لا قدر الله منظفات في ازازه ميه فالطفل يفتكرها ميه، يلاحظوا حاجات بعد الالات الحاده عن متناول الاطفال. ساعات في بعض أطفال تلاقيه حط في ترابيزة عليها مفرش وعليها زورية، الطفل يجي يشدها ثم لا قدر الله وعليه، أو حتى ترمس الماي أو دلة الماي، مجرد بس هو عايز يتعلم المشي ومش ذنبه. أيوة. فراح مسك المفرش جابه، وما شاء الله في سن معين تحس يبتدي الفضول عندهم والاكتشاف. أيوة. فيبون كل شيء يكتشفون يتعرف، ودي أخطر مرحلة. هنا جانب ساعات يمسك
كاوية الملابس يحصل من هذا القبيل يعني. فالأب والأم كده يبقى قاعدين في البيت ينظروا للبيت، إيه إمكانية أن الطفل ده يوصل لهذا الشيء ويحاول يتجنبه. صح، لأن الوقاية خير. إلى جانب بقى الحاجات المهمة التانية زي حمامات السباحة اللي موجودة في المنازل. أيوة، ودي بيحصل منها مشاكل كتير، أولا لأنه بيبقى داخل المنزل وملوش سور، والطفل كان بيلعب وفجأة لا قدر الله ما لقوش الطفل، فبيبقى حصل إن هو وقع في الحمام وبتبقى مشكلة. صح، كبيرة خاصة في هالفترة الحين ابتدى الصيف. والناس يعني والأطفال يحبون اللعب بالماء أو اللعب في الأحواض المائية الخارجية. فعلى سبيل المثال مثلا بالنسبة للحمامات السباحة اللي داخل البيت لازم يبقى ليها سور، والسور يبقى فيه بعواميد بينها مسافة ما تقلش عن 15 سنتي وارتفاعه 120 سنتي. أيوة، بحيث ان هو يتشاف يكون مقفول، الحمام منفصل عن البيت، ليه باب يقفل بمفتاح اعلى من مستوى الطفل ان هو يفتحه، لو يحبذا لو في كاميرا او انذار بحيث لو اي حد دخل الحمام يبقى في انذار فالاهل يتداركوا هذا الموقف. صح، هاي نقطة جدا مهمة. وخاصة هاي النقطة حمامة السباحة خاصة هذه الفترة، لأن الأطفال يحبون هالفترة أجازة بقى الصيف. أيوة، فهالنقاط جدا مهمة اللي ذكرتها دكتور. دكتور أحمد عبد استشاري طب الأطفال في مستشفى لطيفة في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا. مستمعينا الأعزاء، مثل ما تحدثنا عن إمكانية مستشفى لطيفة من ناحية التعامل مع الحالات الطارئة والصعبة للأطفال، والدكتور أحمد ما قصر، اتطرقنا لموضوع التشنج الحراري اللي يصيب الأطفال في أعمار معينة، وأكد علينا من ناحية 6 شهور ل6 سنين في هذه الفترة أكثر شيء، ومن ناحية أهم شيء عندنا الوقاية 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 اللي هي الحرارة. إذا كانت الحرارة مرتفعة لأن هي السبب الأساسي من ناحية أن التشنج الحراري يصير. فأكد الدكتور ونأكد عليكم مرة ثانية، من ناحية الحرارة ننتبه للحرارة، نخفضها قد ما نقدر قبل حتى ما أودي الطفل للمركز الصحي أو المستشفى. إذا ما كان متوفر عندي المخافض الحرارة، ما أعرف جرعة البنادول أو خافض الحرارة اللي بعطيه للطفل، على طول أودي للمركز الصحي، على الأقل حتى لو أحط له كمادات، بس مش ماي باردة، كمادات ما يكون بنفس درجة حرارة الغرفة. وبالنسبة لي إذا صار التشنج الحراري في البيت نفس الشيء، أعطيه خفض، أن أوديه من ناحية أول ما يهدأ أو حتى أخذه أوديه المستشفى، ما أقدر أتصل حتى بالإسعاف يساعدوني في هاي الناحية. بالنسبة هذا الموضوع جدا مهم، التشنج الحراري ليس صراعا، هاي النقطة يمكن اللي الأهالي يتخوفون منها من ناحية التشنج الحراري. مستمعينا الأعزاء، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نشكر جميع العاملين اليوم وياي، أشكركم جميعا في الأعداد يوسف سعد، في التنسيق نجاة السويدي، وفي الأخراج أيمن سرحيل، مقدمة البرنامج اليوم دكتورة عاش البسطي. وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت على 10 الصبح إن شاء الله، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.